الرئيس السيسي يوجه بتعزيز توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة مع تدريب الكوادر على أعمال التصنيع والصيانة. تواصل الإشادات العربية والدولية لمصر بعد نجاح وساطتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. بايدن يبدي قلقه إزاء تحركات الصين حول تايوان، وبكين تبرر مناورتها بكون تايوان جزءاً من أراضيها. 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة وما يتضمنه ذلك بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على أعمال التصنيع والصيانة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومسؤولي إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال الكهرباء. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود جهاز الخدمة الوطنية في مجال توطين الصناعة. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعة بها، خاصة تلك المتعلقة بمشروعات البنية التحتية، وذلك نظرا لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى الجمهورية. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالاشتراك مع القطاع الخاص في توطين الصناعة، خاصة في قطاعات المشروعات التنموية الكبرى بما في ذلك أجهزة الري الحديثة، بما يسهم في تعظيم قيمة المكون المحلي في تلك الصناعة ومن ثم خفض فاتورة الاستيراد. كما تم عرض جهود توطين صناعة مكونات أنظمة التحكم في المياه والزراعة الذكية، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لحساب كمية المياه التي تحتاجها المحاصيل وجودة الظروف البيئية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودته وترشيد استهلاك مياه الري. واتصالا بالزراعة واستصلاح الأراضي، أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم استعراض جهود توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، وذلك في إطار المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين في مختلف المحافظات بالشراكة مع الخبرات العالمية التي تضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على مشروع قانون لتعديل بعض مواد أحكام قانون التصالح على مخالفات البناء. جاء ذلك خلال اجتماع لمدبولي لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء والتوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع القانون ليتم تقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعوة ممثلي البرلمان لحضور المناقشة المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء من أجل التوافق على بنود تعديل القانون. كما شدد مدبولي على أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد حاليا أي تغيير جديد أو بناء مخالف، وهناك فرق عمل بالمحافظات المختلفة أو هناك فرق عمل في المحافظات المختلفة تتولى سرعة التعامل مع أي مخالفة بناء جديدة بالإزالة الفورية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير جزيرة الوراق بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على تنفيذ خطة تطوير جزيرة الوراق التي تستهدف الارتقاء بهذه المنطقة الواعدة والاستفادة من الموقع الفريد بما يحقق تحسين جودة الحياة وتنفيذ مشروعات تنموية. وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول الموقف الراهن لتنفيذ خطة تطوير الجزيرة التي تتضمن في المرحلة العاجلة تنفيذ 94 برجا سكنيا تضم أكثر من 4000 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة ومراكز الشباب ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية. كذلك تم استعراض موقف التعويضات المختلفة لأهالي الجزيرة التي تضمنت وحدات بمدينتي العبور وحدائق أكتوبر والتي يتم تأسيسها مجانا.
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والأعمال الإنشائية بمحافظات المرحلة الأولى، والتي تشمل محافظات بورسعيد والسويس والأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء. هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء أن دورية انعقاد هذا الاجتماع تستهدف الوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومتابعة الخطوات الخاصة ببدء دخول محافظات جديدة لتطبيق المنظومة. احتفلت الكلية العسكرية التكنولوجية بتخريج الدفعة رقم 1 فنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية العسكرية التكنولوجية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر. تضمنت الدورة التدريبية تدريبا فنيا وتخصصيا وفقا لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة. احتفلت الكلية العسكرية التكنولوجية بتخريج الدورة الأولى من الفنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية العسكرية التكنولوجية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بوزارة النقل. تضمن الاحتفال تنفيذ الطلبة عدد من العروض العسكرية أظهر مدى ما اكتسبوه خلال دورتهم التدريبية من انضباط عسكري. أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشؤون المعنوية تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية، بدءا من استقبال الدارسين ومرورا بالتدريب الفني والتخصصي وفقا لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة. تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة، كما قام الفريق كامل الوزير وزير النقل بتكريم أوائل الخريجين تقديرا لتفوقهم خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية. وألقى اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى عبد السلام مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين وأسرهم، متمنيا لهم التوفيق في المستقبل، مشيرا إلى أن جميع الدارسين اكتسبوا الكثير من العلوم والخبرات العلمية والعملية التي تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل بالكلية العسكرية التكنولوجية. وقدم الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال كلمته الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب فكرة تدريب العناصر الجديدة لهيئة السكك الحديدية في المؤسسات التعليمية للقوات المسلحة. كما قدم الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكافة مؤسسات القوات المسلحة التي شاركت في تدريب عناصر السكك الحديدية، مشيرا إلى أن هذا الحدث يأتي تنفيذا للخطة الشاملة لتطوير سكك حديد مصر، والتي وجهت بها القيادة السياسية، والتي ترتكز على العديد من المحاور أهمها تطوير العنصر البشري. واختتمت الاحتفالية بعرض مشاريع التخرج أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمي راق خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية. حضر الاحتفالية اللواء أركان حرب خالد قناوي مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة، وعدد من مسؤولي وزارة النقل. استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وزير الداخلية الفلسطيني زياد هبريح الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد أمني رفيع المستوى. تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين. كما أعرب وزير الداخلية الفلسطيني عن سعادته بزيارة القاهرة وتقديره لمكانة مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية وجهودها المستمرة لدعم ومساندة السلطة الفلسطينية في شتى المجالات. كما أشار إلى تطلع وزارته لتعزيز أطر التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية المصرية، بخاصة في مجال تدريب كوادر الشرطة الفلسطينية في عدد من المجالات الشرطية. وأشاد باهتمام وزارة الداخلية المصرية بالارتقاء بمستوى إعداد وتأهيل العنصر البشري، مما جعل معاهدها التدريبية وجهة رئيسية للكوادر الأمنية العربية الراغبة في الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية. وأعرب وزير الداخلية محمود توفيق خلال اللقاء عن ترحيبه بزيارة نظيره الفلسطيني للقاهرة، والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين شعبي وحكومتي البلدين.
كما أكد على التزام وزارة الداخلية المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الفلسطينية لمواجهة ما يعترضها من تحديات، انطلاقا من موقف الحكومة المصرية الداعم لأمن واستقرار الدولة الفلسطينية. كما أشار وزير الداخلية إلى ترحيبه بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأمني مع الجانب الفلسطيني، واستعداد الوزارة ومعاهدها التدريبية لاستقبال كوادر الشرطة الفلسطينية وتأهيلهم في مجالات العمل الشرطي في إطار حرص الوزارة الدائم على مد جسور التواصل وتبادل الخبرات مع أجهزة الأمن العربية لدعم رسالة الأمن والاستقرار في كافة الدول الشقيقة. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الداخلية من ضبط 457 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 146 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة. كما تم ضبط قرابة 26 طنا في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط قرابة 100 طن. هذا وتم ضبط 725 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 147 قضية خبز ناقص الوزن و155 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. كما تم ضبط أكثر من 13 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 2021 عنصراً إجرامياً ومصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة، وضبط معهم 1170 قطعة سلاح ناري أبرزها 2 جرينوف ورشاشان و185 بندقية آلية و128 بندقية خرطوش و56 مسدساً و797 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 226 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3591 قطعة سلاح ناري بحوزة 2929 متهما أبرزها 3 جرينوف ورشاشان و430 بندقية و394 بندقية آلية و155 مسدسا و2607 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و465 خزينة، إضافة ل5251 قطعة سلاح أبيض. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 17 تشكيلا عصابيا
ضموا 62 متهما قاموا بارتكاب 79 حادث متنوع، كما تم ضبط 444 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 330 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحارق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 499 متهما، كما تم إعادة 4 سيارات مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,125,942 حكماً قضائياً، من بينها 7,852 حكم جناية و 645,511 حكم حبس جزئي و 114,570 حكما مستأنفا و 1,052,925 حكم غرامة و 305,084 حكم مخالفة. استقبل وزير الخارجية سامح شكري نائب وزير خارجية كازاخستان أديل توروسنوف، وذلك بمقر وزارة الخارجية للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وكذا الموضوعات محل الاهتمام المشترك. وخلال اللقاء أعرب شكري عن تقديره لدور كازاخستان في تدشين مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا سيكا، والذي يهدف إلى تشكيل صيغة جديدة لتعزيز الثقة وضمان الأمن والاستقرار في آسيا وللتعاون في مجالات محاربة الإرهاب ومكافحة الإتجار في المخدرات. من جانبه أكد نائب وزير خارجية كازاخستان الأهمية التي توليها بلاده للعلاقات مع مصر وللدور المصري المحوري الهام في المنطقة. تقدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيا بالشكر إلى مصر على ما بذلته من جهد من أجل حقن الدم الفلسطيني في غزة ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني لمناقشة نتائج العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 3 أيام وأسفر عن استشهاد 44 فلسطينيا، فضلا عن مناقشة احتياجات القطاع الصحية والخدمية. جلسة في معظمها مخصص لنقاش العدوان على أهلنا في قطاع غزة ونتائجه واحتياجات القطاع من خدمات كهرباء ومياه وصحة وغير ذلك. نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على ما بذلته من جهد من أجل حقن الدم الفلسطيني في غزة ووقف العدوان على أهلنا هناك، ونحيي صمود أهلنا الصابرين في القطاع. أعلنت وزارة الخارجية الروسية ترحيب موسكو بجهود الوساطة المصرية في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في قطاع غزة، وجددت الخارجية الروسية موقف بلادها المؤيد للاستعادة الفورية لنظام وقف إطلاق النار حول غزة. ودخلت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حيز التنفيذ بوساطة مصرية بعد اتفاق على وقف إطلاق النار مساء أمس.
عادت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة للعمل بعد توقف دام يومين، وذلك بعد ما ترتب على نجاح جهود الوساطة المصرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. وأعلنت شركة غزة لتوزيع الكهرباء عودة العمل تدريجيا في إنتاج الكهرباء في القطاع. أعادت إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرقي قطاع غزة بعد إغلاق استمر 7 أيام متواصلة، وذلك لإدخال البضائع والمحروقات. ونقلت مصادر عن اللجنة الرئاسية للتنسيق إدخال البضائع قولها إن سلطات الاحتلال أعادت فتح المعبر لإدخال البضائع والمحروقات وشاحنات محملة بالوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في غزة. بحث رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر إعداد التقرير النهائي الخاص بالاستفتاء على الدستور الجديد والتحضير للمواعيد الانتخابية القادمة. جاء ذلك خلال اجتماع بالجهاز التنفيذي للهيئة ترأسه بوعسكر، حيث أثنى رئيس الهيئة على الجهود التي بذلها العاملون بالهيئة لإنجاح الاستفتاء على مشروع الدستور، معربا عن ثقة مجلس الهيئة في قدرتهم على إنجاح باقي الاستحقاقات الانتخابية بما لديهم من خبرات وتجارب منذ عام 2011. عقد مجلس القيادة الرئاسي باليمن اجتماعا برئاسة رشاد العليمي لبحث المستجدات الأمنية بمحافظة شبوة بعد الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المحافظة أمس. وذكرت وسائل أعلام يمنية أنه تم خلال الاجتماع بحث الإجراءات اللازمة لإحلال الأمن في ربوع محافظة شبوة ومحاسبة المتسببين في تلك الأحداث. كما بحث مجلس القيادة الرئاسي مع الأجهزة الأمنية تطورات الأحداث والجهود الجارية لاحتوائها، وتم اتخاذ عدد من القرارات الكفيلة بإنهاء التوترات وضمان عدم تكرارها مستقبلا. قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إن هناك تنسيقا دائما بين اليمن والأردن فيما يتعلق بجهود حل الأزمة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أكد وزير الخارجية اليمني أن قوات الحوثي لم تلتزم بشق رئيسي في الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لإعادة فتح الطرق إلى مدينة تعز المحصرة ومدن أخرى. وأنا على تنسيق دائم مع أخي معالي الوزير في كثير من هذه القضايا، ونجد أنفسنا في كل هذه القضايا في ذات الصفحة بل في ذات السطر. الأردن تدعم الحل السياسي السلمي في اليمن استنادا للمرجعيات الثلاث في القرار الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. من جانبه أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن انتخاب المجلس الرئاسي في اليمن خطوة مهمة، مشيرا إلى استمرار دعم الشرعيات اليمنية وصولا إلى أهدافها المنشودة وإنهاء الأزمة. وشدد وزير الخارجية اليمني على ضرورة وقف كل الهجمات ضد دول الخليج العربي. نعتقد أن في انتخاب المجلس الرئاسي أخيرا خطوة مهمة، ونعتز بعلاقاتنا مع اليمن الشقيق و مستمرون في التعامل مع الشرعية اليمنية ودعمها من أجل الوصول إلى الأهداف التي يريدونها فيما يتعلق بإنهاء الأزمة. جانب آخر ذكرناه وهو أيضا ضرورة وقف كل الهجومات الإرهابية على أشقائنا في الخليج العربي، ونحن كما نؤكد دائما وكما أكد جلالة الملك دائما أمن واستقرار الخليج هو جزء من أمننا، ونقف مع أشقائنا في أي خطوة يتخذونها من أجل حماية مصالحهم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة وما يتضمنه ذلك بالتوازي من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومسؤولي إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال الكهرباء. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة،
وذلك بحضور المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويدي إلكتريك، والمهندس أحمد عودة رئيس شركة السويدي إلكتريك للبنية التحتية، والمهندس وائل داود نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويدي إلكتريك. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود جهاز الخدمة الوطنية في مجال توطين الصناعة، وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة وما يتضمنه ذلك بالتوازي من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة من أجل توفير المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة. كما وجه السيد الرئيس بالتوسع في استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها، خاصة تلك المتعلقة بمشروعات البنية التحتية، وذلك نظراً لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى رقعة الجمهورية. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالاشتراك مع القطاع الخاص في توطين الصناعة، خاصة في قطاعات المشروعات التنموية الكبرى بما في ذلك أجهزة الري الحديثة، بما يساهم في تعظيم قيمة المكون المحلي في تلك الصناعة ومن ثم خفض الفاتورة الاستيرادية. كما تم عرض جهود توطين صناعة مكونات أنظمة التحكم في المياه والزراعة الذكية والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لحساب كمية المياه التي تحتاجها المحاصيل وجودة الظروف البيئية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودته وترشيد استهلاك مياه الري. واتصالاً بالزراعة واستصلاح الأراضي، تم استعراض جهود توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، وذلك في إطار المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين في مختلف المحافظات، وذلك بالشراكة مع الخبرات العالمية التي تضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا. قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 21 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي لتايوان، من بينها طائرات مقاتلة. ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية الصينية أن تايوان جزء من الصين وأن بكين تجري تدريبات عسكرية عادية في مياهها بطريقة مفتوحة وشفافة ومهنية. وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ وان بين إن الإدارات المعنية أصدرت إعلانات في الوقت المناسب بما يتماشى مع القوانين المحلي والدولية. أعلن الجيش الصيني مواصلة التدريبات بحرا وجوا حول تايوان. وقالت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني إنها ستقوم بالتدريب على شن هجمات ضد الغواصات وغارات بحرية. وكان الجيش الصيني قد أجرى سلسلة غير مسبوقة من التدريبات البحرية والجوية في مناطق قريبة من تايوان عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة. يستعد الجيش الصيني لإجراء تدريبات عسكرية جديدة حول تايوان، وذلك بعد انتهاء كبرى مناوراته على الإطلاق التي أطلقها الجيش الصيني احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه الأسبوع الماضي. قيادة المنطقة الشرقية أعلنت أنها ستجري تدريبات مشتركة تركز على عمليات التصدي للغواصات والهجمات البحرية، ولم تعرف بعد مدة التدريبات الجديدة أو موقعها بالتحديد، لكن تايوان خففت بالفعل قيود الطيران بالقرب من مناطق التدريبات الستة التي أجرتها الصين مؤخرا حول الجزيرة. وأثارت زيارة بيلوسي الأسبوع الماضي غضب الصين التي تعتبر الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي إقليما تابعا لها، وردت بإطلاق صواريخ باليستية تجريبية فوق تايبيه للمرة الأولى، بالإضافة إلى التخلي عن بعض قنوات الحوار مع واشنطن.
من جهتها أشارت وزارة الدفاع التايوانية إلى أن سفناً وطائرات مسيرة عسكرية صينية قامت بمحاكاة هجمات على الجزيرة وقواتها البحرية، وقالت إنها أرسلت طائرات وسفناً للرد بشكل مناسب. وإلى جانب إطلاق 11 صاروخاً باليستياً قصير المدى خلال تدريبات على مدار الأيام الأربعة الماضية، شاركت سفن حربية ومقاتلات وطائرات مسيرة صينية في مناورات مكثفة حول الجزيرة. وقبل وقت قصير من انتهاء تلك التدريبات، أجرت نحو 10 سفن حربية من كل من الصين وتايوان مناورات في أماكن قريبة حول الخط الفاصل في مضيق تايوان، بحسب قول مصدر مطلع على الوضع يشارك في التخطيط الأمني. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي عن قلقهما الشديد بشأن التوترات الإقليمية المتزايدة في أعقاب التدريبات العسكرية الصينية واسعة النطاق بالقرب من تايوان. وخلال اجتماع جمع الجانبين في العاصمة طوكيو، تم الاتفاق على أهمية تخفيف التوترات. وقال وزير الخارجية الياباني إن الصين تقوم بأنشطة عسكرية حول تايوان وتطلق صواريخ باليستية على المياه القريبة من اليابان. دفعت وزارة الدفاع الصينية عن تعليق المحادثات العسكرية مع الولايات المتحدة احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوتسي لتايوان الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية ووتشيان إن الجانب الأمريكي أثار وخلق الوضع المتوتر الحالي في مضيق تايوان بمبادرة منه، مشيرا إلى أنه على الولايات المتحدة تحمل المسؤولية الكاملة والعواقب الوخيمة لهذا. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه ليس قلقا بشأن تايوان، وأضاف بايدن أنه فقط يسوره القلق إزاء تحركات أكثر للصين في المنطقة منذ زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوتسي لتايوان. أنا لست قلقا بشأن رد الفعل الصيني الآن حول زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوتسي لتايوان، لكني أشعر بالقلق من أنهم قد يتحركون بأكثر من ذلك، ولا أعتقد أنهم سيفعلون أي شيء أكثر مما يفعلون. زيارة بيلوتسي لتايوان كان هذا قرارها. نشرة السادسة متواصلة وتتابعون فيها. أوكرانيا تدعو لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في موقع محطة زابوريجيا، وغوتيريش يحذر من خطر حدوث مواجهة نووية. دعا رئيس الشركة الحكومية الأوكرانية المشغلة لمحطات الطاقة النووية في البلاد إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح في موقع محطة زابوريجيا النووية التي تعرضت لقصف تتبادل فيه كييف وموسكو الاتهامات. وقال رئيس الشركة إنه ينبغي أن توجد في موقع محطة زابوريجيا بعثة لحفظ السلام تضم خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمات أمنية أخرى، معتبرا أن وجود الجيش الروسي في الموقع يشكل أكبر خطر على المستقبل. كشفت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت محطة الطاقة النووية في مدينة زابوريجيا في 7 أغسطس الماضي. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن القصف أسفر عن تدمير خط كهرباء عالي الطاقة، مشيرة إلى أنه تم تقليل قدرة وحدات بالمحطة لمنع حدوث أي خلل. وفي سياق متصل، أكد الكريملين أن الدول المؤثرة على أوكرانيا يجب أن تستخدم تأثيرها للضغط على أوكرانيا من أجل عدم قصف محطة زابوريجيا النووية. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن خطر حدوث مواجهة نووية عاد للظهور بعد عقود، داعيا الدول النووية إلى الالتزام بعدم البدء باستخدام هذه الأسلحة. وقال غوتيريش إن أي هجوم على محطة نووية يعد عملا انتحاريا، وذلك ردا على تقارير عن تجدد قصف بمحيط محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا والتي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. جاءت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة خلال مشاركته في إحياء ذكرى مرور 77 عاما على إلقاء أول قنبلة ذرية في العالم على مدينة هيروشيما اليابانية.
نفت الرئاسة الروسية وجود أي نية لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلنسكي في الوقت الحالي. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن بوتين وزيلنسكي لا يمكن أن يجتمعا إلا بعد قيام المفاوضين من الجانبين بما يلزم هذا. وتوقفت المفاوضات بين موسكو وكييف منذ شهر، إذ يلقي كل جانب باللوم على الآخر في عدم إحراز تقدم. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميديفيد أن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا بشروطها الخاصة، محذرا من أن الغرب لديه خطة طويلة الأجل لتدمير روسيا على حد تعبيره. وقال المسؤول الروسي إن موسكو تقوم بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا وتحقق السلام بشروطها، ووصف توسع حلف شمال الأطلنطي غربا وأزمة أوكرانيا بأنها جزء من محاولة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لتدمير روسيا على حد وصفه. قال مسؤولون أوكرانيون أن كييف شنت ضربات بعيدة المدى على قواعد عسكرية روسية وجسرين رئيسيين عن نهر دنيبرو. وقالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا أن الضربات أصابت المعبرين الوحيدين لروسيا المؤديين إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرتها في جنوب أوكرانيا، مشيرة إلى أن نتائج الضربات مهمة نوعا ما إذا أصابت جسري أنتونيفسكي وكاكوفسكي. من جانبه قال نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمدينة أو منطقة خريسون إن الهجوم الذي استهدف جسر أنتونوفسكي تم بصواريخ هيمارس الأمريكية. وأضاف ستريموسوف أنه تم اعتراض معظم الصواريخ بواسطة نظام الدفاع الجوي الروسي، مؤكدا أن العناصر الحاملة للجسر لم تتضرر. وفي نهاية شهر يوليو الماضي تم حظر حركة المرور على جسر أنتونوفسكي بعد هجوم آخر شنته القوات الأوكرانية بسبب الأضرار التي لحقت بالجسر، وكان من المقرر الانتهاء من إصلاح الأضرار هذا الأسبوع. اتهمت بريطانيا روسيا بزرع ألغام على خطوطها الدفاعية في منطقة دونباس بأوكرانيا. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا حاولت على الأرجح في دونسك وكراماتورسك استخدام ألغام من طراز BFM-1 وBFM-1S المضادة للأفراد، مشيرة إلى أنها أسلحة عشوائية مثيرة للجدل. أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن بلاده ستواصل ضمان استقرار الصادرات الغذائية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا في حال أوفت روسيا بالتزاماتها بممر الحبوب. وشدد كوليبا على أن المسؤولية الكاملة عن مواصلة تشغيل ممر الحبوب تقع على عاتق روسيا، لافتا إلى أنه في حالة قيام روسيا بالتزاماتها فستستمر صادرات المواد الغذائية الأوكرانية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا. ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 8.2% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر نفسه من عام 2021 بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي. وأرجع المعهد ارتفاع التضخم السنوي إلى تسارع معدل ارتفاع أسعار مجموعات الغذاء والأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية وخدمة الترفيه والثقافة. قال رئيس وزراء سنغافورة لي هيسن لونغ إنه من غير المرجح أن يعود العالم قريبا إلى مستويات التضخم ومعدلات الفائدة المنخفضة التي كان يتمتع بها خلال العقود الأخيرة. وخلال كلمة له بمناسبة احتفال سنغافورة باليوم الوطني، أضاف أن حكومة سنغافورة تفعل كل ما هو ضروري لمساعدة المواطنين في التكيف مع ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لفعل المزيد لمساعدة المواطنين إذا ازدادت الأوضاع سوءا.
يواصل تضخم سعر المستهلك في ليتوانيا الصعود في يوليو بحسب ما أظهرته الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء. وأفادت تقارير صحفية بريطانية بارتفاع مؤشر سعر المستهلك في ليتوانيا بنسبة 21.6% على أساس سنوي في يوليو، بنسبة أسرع من الزيادة التي سجلها في يونيو وهي 21%، بينما قفزت تكاليف المرافق وحدها بنسبة 50.4% سنويا في يوليو، وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 30.4%. قال محللون صينيون إن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين قد يتجاوز 3% مقارنة بالعام الماضي بعد ارتفاعه في الأشهر القليلة الماضية. وأشار المحللون في مذكرة بحثية إلى أن التضخم من الممكن أن يتجاوز مستهدف الحكومة بإبقائه حول 3% لهذا العام، مما يخلق تحديا للحكومة التي تحاول بالفعل موازنة التعافي الاقتصادي. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة تريد شراكة حقيقية مع أفريقيا، وخلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا في بريتوريا أكد بلينكين أن بلاده لا ترغب في تجاوز نفوذ القوى العالمية الأخرى في القارة. هذا وقد وصل بلينكين الأحد إلى جنوب أفريقيا المحطة الأولى في جولته الأفريقية التي من المقرر أن تضم أيضا الكونغو الديمقراطية ورواندا. وصفت الأمم المتحدة الاتفاق الذي ينص على وقف إطلاق النار لمدة عام بين السلطات في تشاد ومجموعات مسلحة بأنه لحظة أساسية ومهمة للشعب التشادي. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش على ضرورة أن يكون الحوار جامعا لكل الأطراف ليكون ناجحا. ووقع زعيم المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديب اتفاقا مع نحو 40 مجموعة مسلحة لبدء حوار وطني في 20 من أغسطس في نجامينا. أنهت كينيا تحضيراتها للانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس ويليام روتو نائب الرئيس المنتهية ولايته مع ريالا أونديكا رئيس الوزراء السابق. وتم تزويد مراكز الاقتراع ببطاقات الاقتراع وبصناديق بلاستيكية تحتوي على مستلزمات إنجاز العملية الانتخابية، حيث ستفتح المراكز غدا الثلاثاء في اقتراع يركز على قضايا مختلفة في كينيا. تسببت السيول في شمال ولاية نيو مكسيكو الأمريكية في غرق شخص رابع في منطقة شهدت أكبر حريق في تاريخ الولاية، وتعد هذه ربع حالة غرق تسجل خلال ما يزيد قليلا عن أسبوعين. وقال أحد السكان المحليين إن السيل جرف شاحنة الرجل الصغيرة من الطريق على بعد نحو 15 كيلو مترا شمال شرقي بلدة مورا، مضيفا أن سيارة الرجل عثر عليها في مزرعته. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، اختتمت القافلة الطبية بقرية أبو رماد في البحر الأحمر أعمالها، حيث وقعت الكشف الطبي على 279 مواطنا خلال يومين. وأجرت القافلة 72 فحصا عمليا و29 أشعة وسونار، كما تم إجراء 43 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. هذا وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقعت القافلة الطبية بقرية أبو شحاتة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية الكشف على ما يقرب من 700 مواطن. وضمت القافلة كل التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوفر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل مجانا. موجود فيها أكثر من
تخصص خاص بأهالينا للكشف عليهم، وأكثر من نوع من أنواع الأدوية، يمكن أكثر من حوالي 80 نوع من الأدوية يختص بها جميع الكشوفات الخاصة بالتخصصات المختلفة لصالح أهالينا ولصالح الأسر الأشد احتياجا. عندنا كفيلة اليوم الأول النهاردة، عندنا 6 تخصصات: بطنة وأطفال وجراحة ونساء وتنظيم أسرة. برضو بالإضافة أن احنا دلوقتي عندنا صيدلية متنقلة فيها أكثر من 85 صنف دواء، وعندنا معمل طفوليات ومعمل دم، وعندنا جهاز أشعة متنقل. بالإضافة أن احنا برضو عندنا خدمة تركيب الوسائل بالمجان، بالإضافة للتسكيف الصحي والتوعية الصحية. والآن جاء موعدنا مع الأخبار الاقتصادية، تقدمها لنا الزميلة ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكرا فاطمة، شكرا ياسر، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 35% لتبلغ ما قيمته نحو 4 مليارات و330 مليون دولار. وأوضح المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن صادرات القطاع قد استحوذت على 22% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، تلاها صادرات مواد البناء والتي استحوذت على 19% من إجمالي الصادرات. وتصدرت أسواق إيطاليا وفرنسا وأسبانيا أهم الدول المستوردة للصناعات الكيماوية المصرية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والهند. أكدت وزارة البترول أن التكنولوجيات المتطورة التي ستوفرها شركة أباتشي العالمية بأسواق المصرية ستفتح آفاقا أوسع للبحث والاستكشاف في طبقات عميقة لم تكن ممكنة من قبل. وخلال اجتماع لوزير البترول طارق الملا مع جون كريستمان رئيس شركة أباتشي العالمية، تم بحث خطط الشركة خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة كبيرة منها لتوسعة أنشطتها في مصر وزيادة الإنتاج بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية، وذلك في ضوء النتائج المتميزة لعمليات البحث السيزمية التي أظهرت إمكانات ومكامن بترولية واعدة. أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن الدولة تنفذ عددا كبيرا من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بالمحافظة، خاصة قطاع الكهرباء. وقال شوشة خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء محمد عبد الباقي، قال إنه بتنفيذ محطتي كهرباء محولات عملاقة من بينها محطة بالعريش ومحطة الشلاق بالشيخ زويد، لن تنقطع الكهرباء عن مدن المحافظة. نتحول إلى البورصة المصرية، والتي أنهت المؤشرات الجلسة على تباين إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشر EGX70 وEGX100 وسط تداولات مرتفعة. وتراجع رأس المال السوقي 1,300,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 668,293,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند 10,123 نقطة متراجعا بذلك بنسبة 75% ليغلق عند مستوى 10,047 نقطة. أما مؤشر EGX70 فقد أغلق على ارتفاع بنسبة 1.8% حيث فتح عند 2,989 نقطة وأغلق عند 2,011 نقطة. نتحول إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، والذي انخفض أو فتح على ارتفاع بنسبة 49% وفتح سعر الفتح عند 2,923 نقطة وأغلق عند 2,938 نقطة. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 19 جنيها و9 قروش للشراء
و19 جنيها و17 قرشا للبيع، اليورو 19 جنيها و47 قرشا للشراء و19 جنيها و56 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني الى 23 جنيها و13 قرشا للشراء و23 جنيها و24 قرشا للبيع. اما امام العملات العربيه فقد سجل الدرهم الاماراتي 5 جنيهات و19 قرشا للشراء و5 جنيهات و22 قرشا للبيع، في حين سجل الريال السعودي 5 جنيهات و8 قروش للشراء و5 جنيهات و10 قروش للبيع. نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة والتي استقرت فيها أسعار الذهب العالمية لتسجل 1775 دولارا للأوقية. أما محليا فقد سجل الذهب بعيار 18917 جنيها، عيار 21 سجل 1070 جنيها، عيار 24 سجل 1223 جنيها، في حين وصل الجنيه الذهب إلى 8560 جنيها. نتحول مشاهدينا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قال فيها بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس إن الأسباب التي تدفع أسعار النفط للارتفاع ما زالت قوية حتى بافتراض حدوث صدمات سلبية مع بقاء عجز في المعروض أكبر مما كان متوقعا في الأشهر القليلة الماضية. وأضاف البنك أن توقعاته لأسعار خام برنت القياسي العالمي للربعين الثالث والرابع هذا العام تقع في نطاق ما بين 110 دولارات و125 دولارا للبرميل، وذلك مقابل 140 دولارا و130 دولارا للبرميل في تقديراته السابقة. كما أبقى البنك الأمريكي على توقعاته للأسعار لعام 2023 عند 125 دولارا للبرميل. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لفاطمة وياسر، إليكم. شكرا لك ميرفت. مشاهدينا الكرام، بهذه الأنباء الاقتصادية نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة مع تدريب الكوادر البشرية على أعمال التصنيع والصيانة. تواصل الإشادات العربية والدولية لمصر بعد نجاح وساطتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. بايدن يبدي قلقه إزاء تحركات الصين حول تايوان، وبكين تبرر مناورتها بكون تايوان جزءا من أراضيها. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.